نيلي وبعدين اللي هنعيده هنزيده. الله no way out of the blue كده يطلع لي بنت عم واسمها شريهين وكمان تطلع برتقانه. انا بكذب مثلا؟ صدقيني يا بنتي دي بنت عمك. no way بنت عمي انا تبقى الجربوعه دي. ما تحاسبي على كلامك بقى يا حبيبتي اللي سكتلك من الصبح. استني انت جرائيه يا استاذ عبدال، يعني ده جزتنا يا اخويا ان احنا اتنازلنا. هي ما تقصدش. على فكره انا اقصد واقصد قوي، ومين اصلا الست البيئه دي؟ لا 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 جرائيه بقى. وبعدين يا استاذ عبدال ما تعمل كنترول شويه يا اخويا. حاضر هعمل كنترول. نيلي دي الست صباح تبقى خاله شريهان واخت شاديه مرات عبد الحليم. روتانا كلاسيك قوي اللي انت بتقوله ده. يا بنتي عبد الحليم ده يبقى اخويا عمك، انت ازاي مش عارفه؟ هاو مش عارفه لان عمرك ما كلمتني عنه. لا كلمتك عنه بس انت اللي ناسيه. بقول لك ايه يا استاذ عبد الله، احنا ولا عايزينها تفتكرنا ولا عايزين تفتكركوا، كفايه قوي لحد كده. يلا يا خالتي. لا يلا فين؟ الله انت بتمشي ازاي بالمصدر ده؟ هاو عادي هناخد 41 بشرطه يروحنا لحد البيت. يلا يا خالتي احسن البتاعة دي هرشتني جامد. لا يا اختي انا هاخد لك تمنيه مخصوص هدفع فيه 2 جنيه. يلا استني بس. ايه يا جماعه؟ انا هوصلكوا. بابي لو مش مكسوف ومش خايف حد يشوفك ده بيقولوا خالتي ازاي؟ انجوي ات، انا ماشيه مع نفسي. هي على طول يا اخويا مخنوقه كده. ست صباح انا بكرر اعتذاري عن اللي حصل النهارده. نيلي والله طيبه قوي بس هي عصبيه حبتين، بس صدقيني قلبها زي الفته البيضة بالظبط. قصدك البفته البيضة؟ ايوه بالظبط هي البفته البيضة. ولا يهمك يا سي عبد الله حصل خير. اهي برضك زي اختي الصغيره بالظبط. هي شكلها حلو وبنت ناس بس ما شافتش تربيه. انا برضو مقدر البهدله اللي حصلت لكم النهارده في القسم. عادي احنا متعودين على كده. بس تصدقي رغم كل ده انا مبسوط قوي اني شفتكم النهارده، زي ما تقولي كده ليكم شوقه. القلوب عند بعضيها يا سي عبد الله. انت كمان كان ليك وحشه. طيب ما تيجي. اجي فين يا اخوي؟ في الفيلا، في الفيلا عندي. ما تيجي بكره تشرفونا نتغدى مع بعض والولاد يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعض ولا ايه؟ وماله؟ نيجي يا سعد وهو البنات يقعدوا مع بعضيهم واحنا كمان نقعد مع بعضيهم. هو ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اختي وده ايه ده يا اختي ده؟ عادي يا خالتي عادي، هما الناس البهوات بيبقى عندهم من النوع ده كتير. سيدك موجود؟ ماذا؟ ماذا؟ لا سيبيها لي دي بقى يا خالتي. يا أيتها الكاميريرا الفلبينية، نحن بصدد لقاء السيد عبد الله. حاصلة حاصلة ساو وبلده. سأبلده. شكرا لك أيتها البلهاء. فضل فضل. بسم الله ما شاء الله. ايه ده يا بنتي يا شريهان ده لبلب في اللغات. امال يا خالتي ما شاء الله عليك يا حبيبتي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اللي انا بيتي نور النهارده. منور باصحابي يا استاذ عبدال. ازاي حضرتك؟ اهلا يا حبيبتي. اهو كده لازم فعلا نتبادل الزيارات والود، احنا اهل يا جماعه. احنا على طول تحت النظر يا عمو. عمو؟ الله بحب الكلمه دي منك قوي. طالع بوقك زي العسل يا حبيبتي. طب اتفضل يا استاذ عبد الله، دي حاجه بسيطه كده. 5 كيلو يستفنجي وطبق بسبوسه يستاهل بقك. والله ما كان له لازمه التعب. اول مره اشوف بسبوسه تجيب بسبوسه. طيب استاذنكم البيت بيتكم، انا هطلع بس اندهلي اللي واجي على طول. برضه عملت اللي في دماغك وجبتهم هنا في البيت. نيلي معلش نبقى نتكلم بعد ما يمشوا، بس دلوقتي من فضلك قابليهم كويس عشان خاطر بابي. هو مين قال لك اصلا ان انا هقابلهم ولا هنزل اقعد مع الناس الجرابيع دي؟ نيلي وبعدين عيب، دول قرايبنا. قرايبنا ازاي؟ ازاي ايه؟
شريهان اللي قاعده تحت دي تبقى بنت عمك عبد الحليم اللي هو اخويا مش شقيقي من ام تانية، عشان جده ميكي الله يرحمه كان متجوز واحده تانية غير ماما ميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ لا انتي لسه عايشه؟ مين دي يا خالتي؟ دي الحاجه ميمي مرات جدك مكاوي. ازيك يا حاجه؟ سلمي على ستك يا شريهان. ازيك يا ستو؟ ايه ده؟ هي ليه عامله كده؟ الزمن غدار، هدها من عمايلها السودة. أصلها كانت ست قادرة وما كانتش بتطيق جدتك ولا أبوكي، ومن ساعة جدك ما مات وملقوش ولا مليم من ثروته وهي حالها بقى عامل كده. وبعد ما جده ميكي الله يرحمه توفى، زي ما تقولي العلاقة ما بيننا خفت، خصوصا إن ماما ميمي ما كانتش بتحب أبدا ماما زيزي اللي هي مامة عبد الحليم أخويا الله يرحمه هو كمان، فعشان كده كانت بتمنعنا إن احنا نروح نشوف بعض أو نتزاور. طب بعد الهري ده كله المفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ تنزلي تقابليهم وتضيفيهم كمان كويس. الله، مش قرايبك دول؟ قرايبك انت ودي بنت اخوك انت، انا مالي؟ نيلي من فضلك، شريهان تحت دلوقتي عارفه انك موجوده، لو ما نزلتيش تقابليها يبقى شكلك وحش. على فكره يا بابي انا شكلي حلو جدا ومش فارق معايا خالص، لو انت فارق معاك انزل انت اقعد معاهم، اعمل اللي انت عايزه، دو وات ايفر يو وانت. يا بنتي احنا ما صدقنا لقينا عيله تودنا، بدل ما احنا بطولنا احنا الاثنين كده، حتى بعد عمر طويل تلاقي حد يجيلك وتروحي له. بليز بليز، انا مش بحب النيجاتيفيتي وشغل المتسولين ده، من فضلك اخرك معايا. هفضل قاعده في الاوضه محبوسه لحد ما هم يمشوا، وانت ممكن تقول لهم ان انا في النادي في السبا بعمل دايوز مع اصحابي اي حاجه، بس ريممبر ان انا هفضل محبوسه في الاوضه لحد ما الناس دي تمشي، وهعصر على نفسي زيتونه ليمونه whatever. مش whatever، ليمونه. زيتونه ازاي هتعصريها؟ انا ممكن اعصر زيتونه عادي. لا ليمونه. اوكي هعصر على نفسي ليمونه، بس بليز انجز وافتكر ان بنتك قاعده محبوسه عشان الجرابيع دول يتبسطوا تحت في بيتي. منوره يا حاجه مين. خالتي مش عيب عليها في السن ده لسه بتقرا ميكي؟ الله يكحمه جدك بقى مطرح ما راح. ما انت عارفه ان هو كان صاحب المجل وهو اللي كان بيكتب لغز ميكي. حسبي يا بنت لا تعضك. استني يا خالتي اما نشوف. يا ماما ايه ده؟ ايه ده؟ يحيي العظام. وبعدين معاكم انتوا كل شويه هتضايقوني، انا مش قلت لكم ان لسه ما قريتهاش؟ مام مام بليز اهدي. بي كوايت مام. ايه ده؟ عشان خاطري؟ طب ما كانش عشان خاطري، عشان خاطر شعرك. مام لما بتسخني شعرك بيحمر. ايه ده؟ عمو ما تخافوش ما تخافوش. لا ما نخافش ايه يا عمو؟ دي بتقوم تمشي. ايوه ما هي بتمشي. امال قاعده على الكرسي ليه؟ بتشتغلنا؟ لا ابدا، هي بتمشي وساعات ما بتمشيش، بتتكلم وساعات ما بتتكلمش، اصل هي مش قاعده، هي عندها مرض نفسي والدكتور قال ان عندها اضطراب وجداني ثنائي القطب وضلالات. طبعا ما هي طول عمرها ضلاليه وتاكل مال النبي اكل. انتوا عملتوا لها حاجه؟ ما عملناش حاجه خالص يا عمو، ده انا بس كنت باخد منها المجله زامت عليا وقامت مشيت. طب ودي حاجه بسيطه يا بنتي، المجله دي اللي سابها لها داد الله يرحمه. وهو المرحوم ساب حاجه غير المجلات؟ ايوه صحيح يا عمو، امال الثروه بتاعت جده راحت فين؟ هو مش كان عنده شركة شحن وتجارة لعب أطفال وكده؟ والله يا بنتي محد يعرف الله يرحمه، صفى الشركات كلها وما نعرفش ودى الفلوس فين، حتى شركة الشحن لولا وقفتي وشوية فلوس من مامة نيلي قدرت أوقفها تاني على رجليها. يعني ما سابش ولا فلوس ولا عقود أراضي ولا أملاك ولا أي حاجة؟ والله يا بنتي لا أبيض ولا أسود، ما لقيناش في الخزنة غير العدد ده، بس داد كان قال إن الثروة في لغز ميكي، جايز يقصد إن الثروة الحقيقية في العلم اللي سابه. علم؟ شلاه يا علم، يعني هو كان حفر الكنال يا خي. آه مش مهم ما علينا. هي الأمورة الزغننة فيه؟ الأمورة الزغننة في النادي،
عندها تدريب متفوقة رياضيا جدا. النهاردة كلموها قالوا لها ان عامل لها تكريم صغير كده في النادي، كانت زعلانة جدا ان مش هتحضر معنا الغداء. قدمها فرد فنية اعمل ايه يا ديات؟ قلت لها بنتي روحي وحصلين واحنا بناكل هتلاقيها جت على طول. يلا اتفضل. لسه قدامي شوية يا سو، انا قاعدة متثبتة في الاوضة مستنية لحد ما يمشوا. بقولك ايه، انا هنزل اجيلك دلوقتي، مش مهم خلاص طز فيهم بقى، بابي يبقى يتصرف معاهم ولا اي حاجة. سو ممكن اطلب منك طلب؟ فكرة الجام اللي اديتيهولي المرة اللي فاتت اللي هو كان اسمه ايه، سمرة؟ سمارة. ايوه ده معصب قوي، بقالي ساعتين اصلا عمالة باكل فيها مش قادرة تفها. بليز هاتيلي منه تاني. ثانك يو باي. سو بقولك ايه، في منه بس بيعمل بابلز. انا مش عاوز كسوف بقى، ده بيتكم. ها يجعله عامل. اهلا وسهلا. يا سلام. قد ايه انا مستمتع باللمه. انا عندي اقتراح، ايه رايكم لما نتلم اللمه دي كل يوم جمعه؟ لا الجمعه مش هينفع، بيبقى عندي شغل. بتشتغلي يوم جمعه؟ ليه انت بتشتغلي ايه؟ ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. اسكت يا استاذ عبد الله، الناس خيبتها السبت والحد وهي خيبتها الاثنين وما وردت على حد. بس يا خالتي. بسيت. ليه يا حبيبتي انت بتشتغلي ايه؟ حضرتك انا الصبح بشتغل في الشهر العقاري، وبعد الظهر بشتغل كاشير في الشبراوي، ويعني بالليل بنزل اشتغل مع خطيبي. ما شاء الله ثلاث شغلانات على كده يا بنت مقرشه. ها ومعاكي فلوس. ما بحبش اتكلم في الموضوع ده. بلا خيبه على خيبتها دي، لو لمت حق بلوزه اذبح عيد واعمل فرح. بلوزه؟ ثلاث شغلانات وبلوزه؟ لا لا لا، الاسبوع الجاي تجيب ورقك وتجيب الشركه طبعا، ومرتب مبدئي 5000 جنيه. وحياة امك. وحياة امي. اسفه يا عمي، اصل يعني الخضه بس اتخطيت، معلش بجد. طبعا يا بنتي، ازاي يبقى عمك صاحب اكبر شركه للشحن في الوطن العربي كله وتتبهدلي البهدله دي؟ ها ربنا يعلي ما قصدك واشوفك في اعلى المراتب يا سي الاستاذ عبد الله يا ابني ميمي وميكي. ميرسي، حلوه قوي الدعوه دي يا صباح، خصوصا موضوع المراتب. خلاص انا ساعه كده وهاجي لكم. اقفلي دلوقتي هكلمك تاني. نيلي انت جيتي يا حبيبتي؟ جت من النادي. نيلي. نادي ايه يا عمو؟ هو لا مؤاخذه النادي ده فوق. ايه كل ده يا بابي؟ انت مش قلت هتغديهم وتمشيهم؟ ايه يا بنت تغديهم وتمشيهم دي، احنا جايين من الشارع. انت بتتكلمي ليه اصلا يا بتاع؟ انت حد كلمك؟ هو انت عايزين اسمع شتمتي بوداني وافضل قاعده ساكته؟ هو انا مش هتمتكيش اصلا، بس لو عايزين اشتمك ممكن. نيلي بس يا بابي. لا بس بجد يا بابي، وريني كده يا حبيبتي هتشتميني ازاي وانا سايب عليكي لساني يبردك بارد. لو هتسيبي عليا لسانك انا ممكن اسيب عليكي كلابي. جرى ايه يا استاذ عبد الله؟ ما قلت لك يا اخويا تعمل كنترول شويه. طبعا طبعا نيلي. وبعدين شريهان انتوا بنات عم يعني زي الاخوات بالظبط. بابي انا قلت لك بس حصل، لو سمحت ما تتكلمش بقى، انا هعرف اتصرف مع الناس دي. وبعدين ايه اخوات دي؟ احنا مش اخوات اصلا. جرى ايه يا بنت انت؟ مالك متنيه ومفروض علينا كده ليه؟ ما كلنا اولاد تسعه. انا بنت اتنين بس اللي هم بابي ومامي، لو انت بنت تسعه شوفي الموضوع ده مع مامتك. اخرسي يا واطيه يا زباله يا بنت الوطيه. اتجننتي تدفعي عليا السكينه في بيتي؟ اه ارفع عليك السكينه بالمعلقه والشوكه كمان لو انت حامل. الحمد لله ان احنا بناكلكم يا بنت، قسما بالله على جنبك بطبق السلطه. في سوء تفاهم مش اكتر. انا هفهمها حبيبتي، هي تقصد تسع شهور ان اي ست بتبقى حامل الحمل الطبيعي تسع شهور. لفة بعيدة قوي. انت مقتنع اصلا باللي انت بتقوله ده؟ بابي انا لازم امشي عشان عندي ميعاد، لما ارجع مش عايزة الاقي المناظر دي في البيت. لا بقى ده كده كتير قوي يا استاذ عبد الله. يلا بينا يا شريهان. يلا يلا يا اختي، ده احنا اتهزقنا على الاخر. لا عاش ولا كان اللي هزاك وانا موجود يا ست صباح. ولا عاش ولا كان ايه؟ اسكت بقى ما تخلينيش اديهم لك. اوعى من وشي. يلا يا خالتي يلا. اسكت. اديني سكت.